فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال صلى الله عليه وسلم: إن اليهود لا يصبرون فخالفوهم. وهذا الأمر فسره العلماء بأنه أمر استحباب، وأن عدم صبغ الشيب مكروه وليس محرما، بدليل أن بعض الصحابة لم يصبغوا، فدل على أنهم فهموا أن هذا الأمر أمر استحباب، وأن النهي عن عدم صبغه إنما هو كراهة التنزيه. نعم. قال: وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع. ولذلك بقي بعض العلماء الربانيين لا يصبغون ولحاهم تلمع بياضا، لأنهم فهموا من الأمر أنه ليس للإلزام،